مسار التقارب التركي مع دمشق يتسارع والقمة الثانية تبدو وشيكة اليوم نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر أن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد سيعقد اجتماعا مع نظيره التركي مولود شوش أوغلو الشرق الأوسط ذكرت أن الاجتماع سيكون الأربعاء المقبل في موسكو وبحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد جفاء استمر لسنوات وقطع كل منهما حبال الدبلوماسيه بينهما، تمضي انقره ودمشق الى القفز على المشكلات الخلافيه لتطبيع العلاقات مجددا. لقاء وزيري خارجيه النظام السوري ونظيره التركي سيعبد الطريق امام قمه تضم الرئيس بوتين ونظيره التركي اردوغان الى جانب رئيس النظام السوري بشار الاسد. سعي البلدين لاختراق جدار القطيعه لم تستسقه دول عده باعتبار ان الخطوه قد تكون قشه نجاه للنظام الغارق في وحل العقوبات فمحور واشنطن باريس برلين ولندن يعمل ضمن حلقه جماعيه للخروج بموقف رباعي يعلن الموقف الرافض للتطبيع والمرتقب أن تجري الدول الأربع اتصالات لعقد لقاء مع المبعوث الأممي غير بيدرسون في جنيف في الثالث والعشرين من هذا الشهر تحديدا اللقاء الذي يستبق زيارة بيدرسون إلى سوريا سيؤكد رفضه القاطع لعملية التطبيع وتأييد تقديم تمويل لمشاريع تخص الكهرباء ضمن التعافي المبكر والذي نص عليه القرار الدولي الخاص بالمساعدات هذا ويخطط وزير الخارجية التركي لزيارة واشنطن يومي السادس عشر والسابع عشر من هذا الشهر ايضا لاطلاع المسؤولين الامريكيين على تطورات التطبيع مع دمشق ولقائه بالمقداد في اطار خريطه الطريق التي ترعاها روسيا في المجالات الامنيه والعسكريه والسياسيه والاقتصاديه التي اتت بموجب اتفاق وزراء الدفاع وقاده الاستخبارات في سوريا وتركيا وروسيا. جورج اوغلو سيبحث ايضا مع مسؤولي النظام مسؤولي واشنطن عفوا الترتيبات في شمال شرقي سوريا بشكل خاص حيث تنتشر قوات أمريكية لدعم قوة سوريا الديمقراطية ضد داعش وقال دبلوماسي غربي لصحيفة الشرق الأوسط إن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى سيزور أنقرة في الساعات المقبلة بوساطة بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا الى ذلك قال مصدر عربي ان وفدا من حركه حماس يضم خليل الحي واسامه ابو حمدان سيزور دمشق في الاسبوع المقبل واضاف المصدر ان زياره وفد حماس يرمي الى البحث عن عوده دائمه للحركه الى سوريا وترديب حصول زيارات قياديه الى دمشق على كل لنفتح نقاشا في هذه التطورات اللافتة الآتية حول سوريا وتركيا ولمناقشة هذه التطورات معنا من واشنطن حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات من اسطنبول المحلل السياسي التركي أكتاي الماز وينضم إلينا كذلك أيضا بعد قليل فور جهوز الاتصال معه من دمشق عمر رحمون المتحدث باسم المصالحة السورية مساء الخير لكم جميعا عن. أهلا بكم معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث سيد أوكتاي كثير من الزيارات لوزير الخارجية التركي في الأسبوع القادم وفي الأيام القادمة تحمل كثير من الرسائل صحيح أنه تم الإعلان عن اللقاء يوم الأربعاء مع الطرف السوري والطرف الروسي ولكن أيضا في إعلان عن لقاء مع الطرف الأمريكي ما بعد هذا اللقاء أولا بعد أسبوع كامل من التحذيرات الأمريكية والتعقيدات من ناحية التطبيع ما هي الرسائل الموجودة الآن من الجانب الأمريكي لكم؟ آه، تحية طيبة مساء الخير آه، آه، هذه الأخبار أي لقاء آه، شاوشوغلو مع نظيره آه، الـ السوري في الـ في الـ الاعلام العربي الـ الاعلام التركي المحلي لم تذكر هذه الاخبار ولكن يعني اذا ربما يعني اليوم يتغير ولكن هذا اللقاء مؤكد اكده كثير من المسؤولين التاريخ يتغير ولكن يعني الموعد مؤكد في موسكو سيكون هناك اجتماع ثلاثي تركي روسي سوري سيناقش بكل تاكيد جميع القضايا العالقه والخلافات بين الجانبين وربما تتطرق الى السبل يعني الكل ستعرض مواقفها حول هذه القضايا اما زياره شاوشوغلو الى واشنطن كان مبرمج يعني سيركز على الشأن التركي الأمريكي العلاقات الثنائية بالإضافة طبعا كل هذه من الممكن مناقشة كل هذه القضايا لأن هناك خلافات بين الجانبين على على سوريا ويعني من أكثر ما تسمم توتر العلاقات التركية الأمريكية الخلاف على روسيا وطعم الولايات المتحدة. للمجموعات الانفصالية في داخل سوريا التي تعتبرها تركيا خطرا على أمنها القومي يعني بكل يعني واضح جدا أن هناك نحن الآن في فترة الحوار والتواصل قد مع سوريا قد يتطور هذا الحوار والتواصل الى التعاون في بعض المسائل المشتركه مثل مواجهه الارهاب الانفصالي وتامين الحدود بين الجانبين والبحث عن اوضاع اللاجئين و... و... وامكانية الحصول على الضمانات من جانب من دمشق لعودة لمن سيعود من هؤلاء اللاجئين، أما التقارب و... والتطبيع وتحسين علاقات اعتقد يعني هذا غير حاصل غير, طيب. غير واقع تمام. على الاقل لهذه الفتره تمام. لكن ستناقش هذه مفيده عن جدا لي. اتوقف عندها شا. مع الاستاذ حسين من ثم نعود لمتابعتها معك استاذ حسين يعني اليوم الولايات المتحده بالايام الماضيه كان في عندها رسائل واضحه جدا على الصعيد الاعلامي على الصعيد السياسي حتى بالأوساط الأمريكية يقول أنه مرفوض تماما موضوع التطبيع بين دمشق وأنقرة ما يقوله سيد أوكتاي اليوم أن هذه اللقاءات قد تمهد لتفاهمات هي بالفعل عالقة ومهمة للجانبين ولكنها يعني بعيدة قليلا عن الحديث عن التطبيع هل هذا ما توصلت إليه الولايات المتحدة الآن حتى تقبل بهذا الموضوع؟ مساء الخير للولايات المتحدة موقف ثابت يتمتع بإجماع الحزبين ومفاده إنه لا رفع لأي عقوبات عن الحكومة السورية التي تم فرضها بموجب قانون عقوبات قيصر هذا أعتقد هذا هو الإطار العام للسياسة الأمريكية ويعني الولايات المتحدة لن تتدخل في التفاصيل يعني لو أرادت أي دولة أن تطبع أو تتحدث أو تزور أو تعقد لقاءات مع الرئيس السوري بشار الأسد أو يعني القياديين في نظامه لن تتدخل الولايات المتحدة الولايات المتحدة ستتدخل في حال حاولت أي حكومات أو شركات أو منظمات التعاطي اقتصاديا لأن هذا الموضوع يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية على كل من يتعاطى اقتصاديا مع الحكومة السورية أو الهيئات التابعة لها اعتقد انه هذا يعني الخط العام للسياسه الامريكيه، وغير ذلك يعني الارجح انه واشنطن تقوم بنصيحه الاصدقاء والحلفاء ولكنها لا تفرض على اي من الاصدقاء والحلفاء يعني بس مش هيك من بس الحوار والخطاب السياسي الامريكي بالايام الماضيه، كان في نوع من الوضوح بانه في نوع من عدم الرضا على ما يتم الاعلان عنه تركيا وتركيا لم تعلن عن عوده العلاقات الاقتصاديه طبعا يعني الاعلان عدم الرضا شيء والقيام بخطوات ملموسه يمكنها ان تؤثر على العلاقه بين البلدين شيء اخر فالولايات المتحده لن تعرب عن رضا ثم ان هناك مشكله خاصه بين الولايات المتحده وتركيا تتعلق بالموضوع الكردي يعني الذي تدعم الولايات المتحده تدعم مجموعات كرديه في شمال سوريا الشرقي وهذا موضوع يرتبط بمكافحه داعش وطبعا تركيا غير راضيه عن الموضوع وهي تحاول ان تصل لاتفاقيه مع دمشق حتى تقوم دمشق بالسيطره على هذه المجموعه، فهذا موضوع يختص خصوصا بموضوع الكردي ولكن انا اتحدث عن الاطار العام يعني موضوع نعم. عدم الموافقه على اعاده الاسد او سوريا الى المنظمات او الى يعني القانون الدولي او حتى م. الى النظام العالمي الدولي المصري وغير المصري نعم. طيب سيد اوكتاي بالعوده الى فعليا يعني ما يتم النقاش حوله بين الطرفين كما قلت حضرتك تسويه موضوع الحدود، تسويه موضوع الاكراد، تسويه موضوع اللاجئين والحاجه الى الانتهاء من هذه المواضيع بين الطرفين، ولكن هناك من يقول انه هذه الامور اذا ما فعلا كان في لقاءات على مستوى الوزراء المعنيين يمكن ان تحل ولا تحتاج الى قمه رئاسيه على المستوى الرئاسات رئاسة تركيا وسوريا وكذلك أيضا برعاية روسية التعجيل والحديث عن إمكانية قرب قمة رئاسية بعد الانتهاء من اجتماع وزراء الخارجية إلى أي مدى الآن فعلا يعني صحيح وموجود هو وكم فعلا بنية الرئيس أردوغان التعجيل في هذا الأمر لأسباب داخلية انتخابية وربما لأسباب خارجية يعني أردوغان صرح هو بنفسه أن هناك اللقاء على مستوى القمة قد تكون كنقطة أخيرة لسلسلة من اللقاءات السياسية على مستوى الوزراء وزراء الدفاع أو الخارجية أو حتى على مستوى قيادات الأمنية كنقطة أخيرة إن حققت في هذه اللقاءات تقدم والتفاهم يمكن ان تكون هناك قمه، لا اعتقد ان هناك استعجال من اردوغان، بل هو لا يمانع ان تكون هناك كانت تمنع تمانع الان لا تمانع ان تكون هناك قمه كنتيجه لهذه اللقاءات وهذا الحوار وهذه الاجتماعات، أم. ولا اتوقع ان تكون هناك تفاهم وتقارب سريع في هذه اللقاءات، قد يعني هذه بدايه قد تفتح بابا إلى استمرار هذه المباحثات واللقاءات. ولكن لا أعتقد أنه قد تكون هناك قمة مستعجلة في وقت قريب جدا. قد تتأخر مسألة القمة بين أردوغان وبشار الأسد إلى ما بعد الانتخابات التركية. علم بأن البلاد ستدخل الانتخابات خلال ما بين ثلاثة إلى خمسة شهور لم تحدد الموعد النهائي لهذه الانتخابات <applause> لماذا الموعد غير واضح باختصار بي الشديد يعني بيخت... بي... اليوم في معلومات عن تقريبها الم... شهر مو... حسب تصريحات الرئيس ليش؟ ما... موعد الانتخابات معروف ولكن هناك نيه للحكومه لتبكير هذه الانتخابات لشهور عده لاعتبارات مختلفه لدخول لموسم رمضان او لموسم لا. الصيف وموسم العطلات وما الى ذلك او لاعتبارات سياسيه قد تكون يعني ترى انها انسب تبكرها لشهرين أو ثلاثة أشهر هذا مرتبط كذلك بالتوافق بين التحالف الحكومي والتحالف نعم. المعارضة طيب. المهم لا أظن أنه يعني قد تكون هناك تقدمات وتطورات سريعة قبل حتى تستدعي وضحت. الأمر إلى إيجاد قمة بين الجانبين وضحت هذه الفكرة أستاذ حسين يعني بالنسبه لمقال الشرق الاوسط اليوم والذي نقلنا منه هذه المعطيات كذلك وموعد اللقاء كذلك حكي عن وساطه اماراتيه قد تنضم الى الوساطه الروسيه في اللقاءات المرتقبه هذا ايضا ما معناه فعليا؟ هذا معناه انه هناك عمل على تقارب سياسي وعلى عقد قمه ولكن لا اعتقد انه يعني اردوغان يحتاج الى وسطات كثيره حتى يتوصل او حتى يقوم بعقد قمه، اعتقد انه الرئيس السوري يرحب بعلاقات مع اي كان يعني هو يعاني من عزله دوليه ولن يضع شروط امام اي لقاء مع اردوغان، اعتقد انه الشروط تاتي فعليا من الجانب التركي، الجانب التركي يحاول تحقيق مكاسب هو يدرك انه يعني القمة يحتاجها الجانب السوري أكثر مما تحتاجها تركيا لذلك هو يحاول تحقيق مكاسب في موضوع الحدود اللاجئين الموضوع الكردي يحاول تحقيق مكاسب في محا... يعني مقابل الجلوس بشار الأسد أو إقامة أي نوع من العلاقات أعتقد أنه دخول الإمارات وروسيا على الخط هو من باب يعني حث الطرفين على يعني على إسراع في إعادة العلاقات وعلى تذليل العقبات أو ربما على عقد مفاوضات غير غير مباشره بين الطرفين ولكن اعتقد ان تركيا يعني تعرف كيف تصل الى سوريا ولا تحتاج لوساطات لأن هناك تاريخ طويل من العلاقات حتى بين اردوغان والاسد يعود الى الى عقود قبل اليوم طب ولماذا يعني تدخلت روسيا بهذه الحاله بالبدايه روسيا طبعا هي يعني مثل الاسد الى حد ما، هي ايضا تعاني من عزله خصوصا مع الغرب، وهي تحاول بناء تحالفات اقليميه لمواجهه العقوبات او الضغوطات الغربيه التي تتعرض اليها، لذلك يعني يمكن لنوع من هذه العلاقات ان يقرب من الموقف التركي مع روسيا، وهو طبعا تقارب تحتاجه روسيا الى حد بعيد، لانه نحن نعرف أن تركيا هي عضو في تحالف الأطلسي وأنه هناك مواضيع كثيرة يعني يشترك فيها الطرفان ملفات كثيرة عقوبات وشؤون حربية وشؤون استراتيجية وحتى ممرات يعني المرمرة والبحر الأسود والبحر المتوسط فكل هذه الملفات أعتقد أن روسيا ترى فرصة أنه كلما كان هناك يعني تداخل دبلوماسي مع أنقرة ان كان في الموضوع السوري او كان في الموضوع الايراني او في اي موضوع اخر اعتقد ان روسيا تري ان هناك فرصه لتمتين العلاقه مع تركيا ومحاوله استقطاب تركيا الي جانبها وابعادها تاليا عن الولايات المتحده وعن تحالف الاطلسي سيد أوكتاي يعني كيف تنظر تركيا فعليا إلى الوساطات الموجودة سواء الوساطة الروسية أو ما يحكى الآن عن وساطة إماراتية السيد حسين يقول إنه لا حاجة لأي من الوساطات نظرا إلى أن العلاقات قديمة جدا بين البلدين لماذا لجأت إلى هذا الأسلوب برأيك؟ يعني في الحقيقة لا اعلم ما دور الامارات العربية المتحدة قد تكون هناك دور مساهم ولكن هناك روسيا منذ البداية كانت تحث الطرفين عنكره ودمشق الى 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 التحاور والى التواصل وكانت تصر احيانا في ذلك أه وهناك رغبة روسية لأن تكون هناك تعاون ثلاثي أه روسي تركي سوري وبكل تأكيد هذا أتفق مع ضيفكم الكريم هذا التعاون قد أه تحرج الولايات المتحدة أه الحاضرة في سوريا لأن أه كل هذه الأطراف تركيا وسوريا أه وروسيا ضد الوجود الأمريكي في سوريا و تعتبر هذا الوجود بانه طعم للتقسيم السوري او ضعم للانفصاليين وهذا يعني من جوانب التقارب بين او من النقط المشتركه بين هذه الاطراف الثلاثيه وكذلك من اهم النقط الالتقاء بين انقره وموسكو <applause> وبالتوازي تركيا تساعد وتكون بدور يعني مسهل او بدور ايجابي في بين روسيا واوكرانيا طيب. وبين من جهه وبين روسيا والغرب من جهه اخرى يعني اي تعاون اي تقارب بين انقره ودمشق لمصلحه قد تكون لمصلحه روسيا ولذلك هناك هناك محاولة روسية لهذا لتحقيق هذا نعم. سيد حسين كذلك يعني حكي عن مسارعة أمريكية لأن تقود وساطة بين تركيا وقوة سوريا الديمقراطية لتلافي يعني أي عملية توغل بري بالمرحلة القادمة لماذا يحصل هذا الامر الان هل يرتبط بما يجري من محاولات للتطبيع ولماذا لم يحصل عندما كان فعلا في امكانيه توغل بري بين لحظه واخرى العلاقه الامريكيه التركيه لا ترتبط ابدا بموضوع علاقات ممكنه بين انقره ودمشق هذا الموضوع لا يدخل في الحسابات الاستراتيجية للولايات المتحدة ما يدخل في الموضوع الحسابات الأمريكية هو موضوع المجموعات الكردية التي تعتقد واشنطن أنها ما زالت بحاجة إليها خصوصا لمنع عودة داعش لإعادة تنظيم نفسه طبعا هذه المجموعات الكردية هي ليست يعني على علاقة سيئة بالضرورة بدمشق ونظام الرئيس الأسد ف ولكنها العلاقه سيئه بتركيا، هي تقلق تركيا بموضوع الانفصال بموضوع يعني امكانيه شن عمليات ارهابيه في الداخل التركي، فلهذا يصبح الموضوع معقدا لانه لكل من هذه الاطراف حسابات وهذه الحسابات لا تتناسب، الهم الامريكي الوحيد هو منع عوده داعش ولذلك هي تتمسك بالمجموعات الكرديه وهذا ما يزعج انقره تماما وتحاول انقره الالتفاف عليه. فاعتقد انه هذا يعني هذا النموذج نحن نراه منذ سنوات وما زال مستمرا اليوم هل تنجح تركيا يعني عن طريق التواصل مع سوريا بتغيير شكل العلاقة الأمريكية الكردية أو الموقف الأمريكي أنا أستبعد ذلك لذلك يعني الحل الوحيد هو أن تتوصل تركيا وسوريا إلى حلول في الملفات الأخرى ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة بغض النظر عن الحزب الحاكم في البيت الابيض اعتقد انها ستتمسك بهذا الموضوع لانه يرتبط بموضوع مختلف تماما عن الحسابات التركيه والسوريه هو يرتبط بموضوع داعش والعراق وطبعا موضوع داعش طويله ومعقده يعني تركيا وهو تقول انه هي مستعده ان إيه يكون لها دور في هذا الامر هي تقول انها اصلا كانت شريكه بهذا الموضوع بشكل او باخر باوقات إن سابقه موضوع داعش بالتحديد فيعني الى اي مدى يمكن ابقاء هذا الموضوع بعيدا عن تركيا اذا فعلا كان في علاقات مع النظام السوري بمرحله قادمه يعني لا ارى ان الولايات المتحده يعني تحاول ابقاء تركيا بعيده عن موضوع المجموعات الكرديه في شمال الشرقي السوري ولكن يعني اعتقد انه كان هناك محاولات قام بها بريت ماكيرك من الاداره الامريكيه لتقريب وجهات النظر بين المجموعات الكرديه وانقره ولكن يبدو انه هذا الخلاف عميق جدا ولم تنجح الولايات المتحده في التوصل الى حلول اليه ولذلك الفكره الامريكيه هي ابقاء الامور كما هي عليه أو ما يسمى بالإنجليزية status quo عليه لأنه لتعذر التوصل يعني هناك مجموعة يعني الولايات المتحدة أمام مجموعتين نعم. صديقتين لواشنطن هي يعني الأكراد وتركيا وهناك صعوبة في رأب الصدع بينهما شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات شكر موصول لضيفنا من اسطنبول المحلل السياسي التركي أوكتاي يلمس